السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة سوبر جيجي. النهاردة إن شاء الله عايزة أعمل معاكم الجراب. أنا عندي الجراب ده شكله أحمر بس لونه فاقع كده ومش عاجبني، فعايزة أغير فيه شوية. فبصوا، هو أنا جبت بقى، جت في دماغي فكرة أعمل إيه. أنا الأول هسيب الاسم بتاعه ده شكله حلو، فأنا هحط عليه دي علشان إيه. أنا هستخدم معاكم في الفيديو هنا النهاردة الإسبري ده، هختار اخترت اللون الفضي ده، فانا عايزه ما يبقاش كله فضي ساده، فعايزه ادخل برضو اسيب فيه الاحمر يعني. فانا هغطي بقى الحته دي من هنا كده زي ما انتم شايفين، ماشي. وجت في دماغي كمان اعمل حاجه كمان تانية. بصوا هو ده اهو، هعمل الفكره دي، الشكل ده جه في دماغي كده فقلت اجربه اهو. بصوا كده، وبعدين انا هرش بقى بالسبراي ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. عايزه اظبطها الاول عشان تبقى شكلها حلو كده، ماشي. فانا هعمل كده وبعدين ارش بالسبراي بقى. الشكل بقى اللي احنا مغطينه ده هيفضل احمر والباقي هيبقى لونه فضي زي السبراي. فانا بس عايزه اتاكد ان هما الاول مظبوطين كويس. انا حاولت اظبطهم على قد ما قدرت يعني، شكلهم مش مظبوط قوي بس هشوف لما ارش بقى بالسبراي يبقى شكلهم ازاي. اول حاجه لازم ناخد السبراي كويس جدا عشان يتقلب حلو ويدينا اللون اللي احنا عاوزينه. بسم الله. عاوزه اقول لكم ان انا اول مره في حياتي استخدم السبراي، فيعني ايه هشوف كده، هجرب هشوف هينفع معاه ولا يبقى نظامه ايه. بسم الله. نشوف الفكرة دي هتنفع ولا هتعمل معانا ايه. بسم الله. هو بينشف على طول يعني، فهشوف كده. والبنسة طارت اصلا اهي، مش مظبوطة كويس، بس بقى ايه احنا ونصيبنا بقى ان نشوف هننسي اللي فين كده ولا يتنسى الفكرة دي، وربنا يستر. شكل كده هشيل البنسة خالص، اشيلها لان هي اصلا عادي مش عامله حاجه يعني، فانا هشيل البنس خالص. اهي البنس خدت معانا لون برضو، مش مشكله يبقى شكلها حلو. يلا بالمره بقى نغير في شكل البنس. فهو اهوت بقى، انا لا هديله كمان رشه، مش عارفه الرش جه كتير ولا ايه النظام، بس هشوف عشان نضيعه. يارب بس الجراب ما يبصش في الاخر. انا بصوا انا هقفل بقى معاكم لغايه لما ينشف كده وبعدين اوريكم الشكل النهائي. بصوا حبايبي، انا عملت غلطه هنا، انا اول مره اعمل بالسبراي ده، فعملت غلطه بصراحه شوهت لي منظر الجراب، وان انا تقلت الاسبراي وانا برش، وانا برش تقلت الاسبراي جدا، فعمل لي قشر لي وكلكع كده على الجراب وبقى شكله وحش قوي. فانا قمت راجعه عامله ايه بقى، جبت اسيتون او ممكن سبرتو او بنزين، وشلت بقى كل اللي انا كنت عاملاه على الجراب ده لان كان عليه كميه كبيره وانا ما كنتش عارفه، والمفروض ان احنا بنبعد ايدينا شويه واحنا بنرش، وبرده ما كنتش عارف الحته دي لان كنت اول مره اتعامل بالسبراي. بصوا هنا انا عملته بعد ما كنت رشيت رشه خفيفه كده، رجعت تاني تقلت الرشه قلت اما نشوف يعني يمكن هيبقى حلو. فده بعد ما انا اشتلته يومين، هو كان شكله يعني لحد ما كان يعني احلى من الاول شويه، بس بصوا دلوقتي يا دوب اشتلته يومين حصل فيه ازاي، بيقشر تاني وبقى شكله وحش قوي. وبعد ما كان اللون الاحمر مش عاجبني، بتمنى دلوقتي ان هو يرجع زي الاول. فيا ريت يعني التجربه ديت بصراحه فاشله جدا، يا ريت ما حدش يجربها يعني بصراحه، لاني ما بيثبتش، وحتى لو سبت بصوا شايفين شكله اصلا مش حلو،
وبوظ لي الجراب الاساسي اصلا، فانا قلت بس خلاص قدر الله وما شاء فعل بقى، والحمد لله على كده. بس اهم حاجه ان انتوا ما حدش يجرب التجربه دي خالص، ما اوعوا تعملوا السبراي ده على الجراب، علشان لما بتشتلوه بيقشر تاني وبيبقى شكله وحش قوي. ف اعملوه بالطريقه اللي انا عملتها المره اللي فاتت، كانت احلى بكتير، اللي هي بتاعي اللي انا غلفته بالقماش. لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاعه هنسيبه لكم تحت في اول تعليق مثبت، يبقوا شوفوه. احلى احلى كتير بصراحه من كده، وبيبقى شكله قيم جدا وحلو. لكن كده بجد بجد ما انصحكوش تعملوه. ما تنسوش بقى تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامه.